فيما يتعلق بالتوصية والقرار النيابي أو التشريع اللي صدر من مجلس النواب العراقي بصدد تجميد عمل مجالس المحافظات من حيث المبدأ. يعني أعتقد لكي يكون الصورة واضحة أمام المشاهد الكريم، من ناحية القانونية أنه عمل مجالس المحافظات هو أساسا منتهي منذ العام 2017، يعني طيلة الفترة الماضية من 2017 لحد الآن لا تتمتع مجالس المحافظات بأي غطاء قانوني أو دستوري، وبالتالي جميع القرارات اللي صدرت عنها والمستحقات المالية اللي استلمتها هي غير قانونية وغير شرعية. إذن تحت أي ذريعة قانونية استمرت هذه المجالس بعملها سيد السامر الرئيس؟ عمل مجالس المحافظات هو إقرار بالواقع القانوني. يعني أنا أعتقد أنه المخالفات القانونية والمخالفات الدستورية كثيرة في 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 دولتنا وفي مؤسساتنا، ومن ضمنها هذه، هذا خرق دستوري لا يجوز أن تمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات أكثر من 4 سنوات، وهذا نص واضح في قانون مجالس المحافظات لعام رقم 21 لسنة 2008، نص صريح وواضح لا يمكن أن تمدد. موضوع الدورة الانتخابية هذا موضوع عقد دستوري وعقد قانوني ما بين الشعب وما بين ممثليه، بالتالي لا يمكن أن تمدد هذه الدورة. النص القانوني كان واضح أنه بانتهاء مدة ال4 سنوات تعتبر العضوية منتهية وتعتبر دورة مجالس المحافظات منتهية، ويبقى المحافظ ونوابه لتسير الأعمال الأمور التنفيذية في المحافظة. واضح سيد سمرة. نعم، لكن ما تبعات قرار تجميد مجالس المحافظات؟ يعني ألا يعين المحافظ بقرار من مجلس المحافظة؟ وأيضا من سيراقب أداء المحافظ خاصة بعد استلامه هنا مخصصات المحافظة وما إلى ذلك؟ أختي الكريمة، موضوع تجميد عمل مجالس المحافظات هو قرار من حيث المبدأ. مجالس المحافظات تعمل وفق قانون رقم 21 سنة 2008، هذا القانون لا يعدل ولا يلغى إلا بقانون، بالتالي هو تصويت من حيث المبدأ إلى أن يلتئم مجلس النواب ما بعد العطلة ما بعد الإجازة لكي يعدل هذا القانون وينظر في موضوع معالجة ربما هيكلية مجالس المحافظات، ربما تقليص العدد، تخفيضه إلى أقل عدد ممكن، إعادة رسم سياسة واضحة وهيكلية واضحة وعمل وإعادة تنظيم عمل هذه المجالس بما ينسجم مع توجه الدولة. يعني الدولة ترفع شعار محاربة الفساد، تقليل النفقات. أنا أعتقد أنه المجالس المحافظات هي حلقة زائدة، حلقة تعرقل العمل الإداري، حلقة فيها كثير من البيروقراطية، حلقة فيها كثير من الفساد. الفساد المستشري في عمل الإدارات المحلية في مجالس المحافظات هو لا يقل خطرا، لا يقل كما ونوعا عن الفساد في مؤسسات الدولة المركزية. بالتالي اليوم عندما نقول من يراقب عمل المحافظين، أختي الكريمة، نحن في دولة دستورية في نظامها برلماني، أي أن مجلس النواب يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية والرقابية الكاملة على جميع مؤسسات الدولة ومن ضمنها عمل المحافظين، فيما لو تم تجميد عمل مجالس المحافظات لحين إجراء الانتخابات. وهذا يعني شوفنا الموضوع حتى يكون الصورة واضحة أيضا، أنه التجميد لا يعني إلغاها اليوم. يعني لو تعود إلى تصريحات حتى وزارة المالية أنه ما زال لحد الآن استحقاقات أعضاء مجلس المحافظة هو سارية ويستلمون رواتبهم ويتمتعون بصلاحيات لحين تعديل القانون. نعم. يعني القرار قرار نيابي، قرار تشريعي لا يبقى إلى مستوى القانون، لكن هو خطوة بالطريق الصحيح باتجاه تلبية طلبات المتظاهرين، باتجاه إعادة تنظيم مجالس المحافظات بالشكل الذي ينسجم مع التوجه العام. دعني أنتقل إلى محور آخر وهو موضوع انتخاب المحافظ، وأخص بالذكر هنا محافظ بغداد السيد الجزائري. السيد الجزائري تم انتخابه ثم قدم استقالته ثم عاد وطالب بالمنصب مرة من جديد، هل يجوز كل ذلك قانونا سيد السامرائي ما يحصل؟ يعني تقديم الاستقالة يجوز سحبها، يجوز التراجع عنها قبل قبولها. يعني هذا وفق المفهوم الإداري والقانوني، ما دام أنه الاستقالة تم قبولها من الجهة التي نص القانون على أنها الجهة المخولة بقبول أو رفض الاستقالة وقبلت، أنا أعتقد أن الموضوع قد انتهى
وان الاستقاله تعتبر ماضيه ما لم يتم هنالك طعن امام القضاء في 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 هذا الموضوع، لكن من حيث موقف المحافظ امام مجلس المحافظه هو اليوم خارج منصب الوظيفه على اعتبار انه قدم الاستقاله بارادته المنفرده بارادته الصريحه، وتم ما يقابلها من قبول لهذه الاستقاله من قبل مجلس المحافظه. نعم، كنت معنا من عمان الخبير القانوني السيد محمد السامرائي، شكرا جزيلا لحضرتك.